25 أولوية قدمها مركز البحوث بجامعة الكويت ناقش عدد من نواب البرلمان في لقاء مفتوح دعا إليه النائب عادل الخرافي الأولويات التي شملت العديد من القضايا، منها تطوير الرعاية السكنية والتعليم وقضية غير محددي الجنسية والتنمية الاقتصادية. النواب من جانبهم أثنوا على اللقاء مؤكدين وجود حالة من الانسجام بينهم على عكس المجالس السابقة. بحث عدد من أعضاء مجلس الأمة في لقاء مفتوح اليوم دعا إليه النائب عادل الخرافي لتحديد أولويات المجلس للمرحلة المقبلة. المناقشة تمت بناء على دراسة قامت بها جامعة الكويت وشملت 25 أولوية، من أهمها تطوير الرعاية الصحية والتعليم والبدون، إضافة للتنمية. النائب الدكتور خليل عبد الله وصف لقاء اليوم بمحاولة لخلق منهجية جديدة لعمل المجلس. أعتقد كانت المحاولة لخلق نوع من منهجية عمل في أولويات المجلس القادم. الأخوان اللي حضروا أبدوا بعض التساؤلات عن الدراسة التي قدمت، وتم الاتفاق على ما يلي: أن نرجع مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى لنلتقي في قضية الأولويات ونحدد مسار طريقنا في العمل في المجلس. الدكتور خليل عبد الله أكد خلال مداخلته في الجلسة الحوارية على ضرورة تحديد أصول المشاكل التي تمت مناقشتها في الجلسة، مؤكدا أن السواد الأعظم منها أسبابه واحدة. أنا عندي ملاحظة أديتها، اللي هي يفترض فينا أن نعرف أصول هذه المشاكل. ثلاث أرباع هذه الأولويات والمشاكل، خلينا نقول مش أولويات، المشاكل التي خلقت هذه الأولويات لدى المواطنين والمعاناة التي يعاني منها الناس اللي خلت تصير هذه أولوياتهم والأمور اللي يتطلعون لحلها. جزء من هذه المشاكل تصب أسبابها شيء واحد. من جهته شدد النائب خالد العدوى على مثل هذه الاجتماعات لأهميتها، كما أعرب عن تلمسه لأجواء التعاون في المجلس الحالي بعيدا عن أجواء الانشغاقات والتصدع الموجودة في المجالس السابقة. الأمور جد إيجابية والروح هذه جدا ممتازة، ونأمل إن شاء الله أن تكلل بالنجاح. الصراحة أنا اللي ألمسه من أغلبية أعضاء مجلس الأمة ليس لديهم كما في السابق انشقاقات وتصدعات في الطرح وفي الأولويات وفي يعني الوجهة البرلمانية. فيه روح طيبة تسود للتعاون والتركيز على إنجاح مشروع هذا المجلس. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكويت.